صباح الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عبد جرينكس. اليوم أتكلم بسرعة، أتكلم شوي شوي الحين علشان كلكم تفهمون. خلينا نشوف، اصبروا الآن. أتكلم عنه اليوم، أتكلم عن الإيكو فقط. هذه راح نفصفص إيكو فصفصة، راح نبدع عليه إبداعات. إيكو هذه هي إيكو، تمام؟ الإيكو الفائدة منه لا حد يجي يدقق لي على النطق، ترى هي إيكو وإيكو، أوكي؟ الإيكو الفائده من طباعه نصوص او طباعه ارقام او طباعه اي شيء قدامك، بس كلكم ممكن تطبعوه عن طريق الاكو، تمام؟ اوكي، لو كتبت هاي، سويت حفظ وجيت شغلت السكريبت، راح تطبع لي هاي. لو جيت حطيت الهاي هذه بين علامات تنصيص وحفظت، راح يظهر لي هاي. ايضا تطبع هي متغيرات، فانا لو عندي متغير اسمه جريت اللي هي تحيه، وكتبت في المتغير هاي وجيت هنا حطيت المتغير جريت، حفظته وسويت طباعة، أظهر لي هاي، تمام؟ لو جيت هنا مثلا هاي غيرتها إلى مثلا هلو، حفظته وجيت وطبعت، راح يظهر إنه هلو. ليش؟ لأنه طبع أجريت. أيضا الإيكو فيها ميزة هنا بالشل، إنك لو جيت سويت إيكو ثانية راح يبدأ هو ينزل بالسطر، فأنا هنا تلقائيا أقول هلو مثلا ماي نيم إز مجيب، أوكي؟ وأحفظ. أنا لو جيت أطبع لاحظ إنه طلع سطرين تحت بعض، هلو ماي نيم از عبد المجيد. اكو هنا استثنائيه تختلف عن المبرمجين بي اتش بي اللي يعرفونه، فهي هنا استثنائيه. لما انزل بسطر بالشل راح ينزل سطر بالايكو. هذه الايكو الفائده منها هي الطباعه. طبعا ممكن تطبع ارقام، حروف، اللي تبي. هذه هي فائده الايكو. انتهى درس اليوم، وشوفكم بالدرس القادم واللي هو شبيه درس اليوم. خليكم معنا بالدرس الجاي.